اهلا. اهلا. انت العرافه الروحانيه؟ نعم انا العرافه الروحانيه، اعالج بايات القران الكريم وبالشموع. لقد دعتني قريبه مدام ليلى لمباركه سيد الرئيس. جهزي حالك، تلقينا بالرئيس بعد قليل. حاضر سيدي. سيد الرئيس. مرحبا بك بنتي، جيتني في ليلة تاريخية. كنت أرغب في القدوم إليك منذ 3 أشهر حيث شاهدت رؤيا بالمنام، فأردت المجيء لكنني خفت. لاباس لاباس، ما يمسك حد، بارك الله فيك. كلمة جاهزة سيد الرئيس. كل باش تكمل بنتي. هاي استنى شوية. بارك الله فيك بنتي، كنت تحب تنامي هني الليلة تفضل. مرحبا بك. أمي مريضة سيد الرئيس. يا بي وصلوها. حاضر. أسفي كبير وكبير جدا وعميق جدا عميق جدا، فكفى عنفا كفى عنفا. وعطيت تعليمات كذلك وزير الداخلية وكررت، واليوم نأكد يزي من اللجوء للكرتوش الحي. الكرتوش مش مقبول، ما عندوش مبرر إلا لقدر الله حد يحاول يفك سلاحك ويهجم عليك بالنار وغيرها ويجبرك على الدفاع عن النفس. وأطلب من لجنة مستقلة، وكرر اللجنة المستقلة التي ستحقق في الأحداث والتجاوزات والوفيات المأسوف عليها تحديد مسؤوليات كل الأطراف، كل الأطراف بدون استثناء.